سنة 2020 راح تكون بداية لمرحلة جديدة، بداية لبناء عمل تجاري جديد ووضع أهداف جديدة، سواء كنت شخص بدأت ببناء عمل تجاري مسبقا أو طموح لبناء عملك التجاري الجديد عبر الإنترنت أو حتى على أرض الواقع. قناتنا أونلاين بزنس مايند إن شاء الله راح تكون بوصلة بالنسبة لك أخي الكريم. بهذا الفيديو راح نطرح برنامج القناة لسنة 2020، أهم المجالات اللي بدنا نطرحها من خلال دراسة موضوعية وواقعية وبسيطة لكل المتابعين بإذن الله. لذلك تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم أخواتي؟ إن شاء الله بخير، الله يسعد أوقاتكم يا رب، وإن شاء الله دوم بتكونوا بصحة وعافية. معكم علاء الحسن من قناتنا أونلاين بيزنس مايند. بهذا الفيديو إن شاء الله رح نطرح منهج القناة داخل سنة 2020. بنفس الوقت إذا كنت جديد على القناة وأول مرة أخي الكريم بتدخل على القناة، بتمنى أنك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى توصلك جميع الإشعارات الجديدة من القناة. في حال كنت مشترك بتمنى ما تنسى هذا الفيديو من زر اللايك، لأنه زر اللايك رح يدعم هذا الفيديو بخوارزمية يوتيوب، وهذا الأمر رح يكون مشكور من قبلنا بشكل كبير جدا. خلينا نقول بسم الله ونبدأ هذا الفيديو. سنة 2020 أخواتي رح تكون سنة الفرص لبناء عمل تجاري جديد، وخاصة أخي الكريم أنه العمل عبر الإنترنت كل ما نو أم يتقدم وكل ما نو أم يأخذ حيز كبير جدا على الساحة اليوم. قبل ما أدخل بالضبط بالبرنامج اللي بدنا نطرحه خلال سنة 2020 أخي الكريم، الفيديو القادم إن شاء الله رح يطرح كيف قدرت ابني 5 مصادر دخل بألمانيا، وبالتالي أخي الكريم الفيديو القادم راح يكون من الفيديوهات الهامة جدا. بنفس الوقت هذا الفيديو راح ابني عليه مفهوم للعمل إن شاء الله راح أيضا نناقشه داخل سنة 2020 من خلال العديد من الفيديوهات. إذا بسنة 2020 من المحتمل أخي الكريم إنه نصير نرفع أكثر من فيديو بالأسبوع، احتمالية رفع أكثر من فيديو بالأسبوع واردة، بحيث نعمل مثلا عندنا الجمعة كل جمعة نحن بننزل فيديو، من الممكن انه ننزل فيديو تاني يوم الاثنين او يوم الثلاثة حسب طبعا الوقت ان شاء الله، ولكن الاحتمالية واردة، بحيث نناقش مواضيع ايضا العمل على ارض الواقع، كيفية تنظيم الامور المالية، كيفية تنظيم الاهداف، كيفية وضع خطط العمل، دراسة الجدوى، والعديد من الامور اخي الكريم اللي ممكن نناقشها ان شاء الله مستقبلا. بنفس الوقت رح نركز على العديد من المجالات داخل هاي القناة أخي الكريم، منها مجال التجارة الإلكترونية والذي يعد من أهم مجالات الربح عبر الإنترنت، واللي أم تنبنى عليه أخي الكريم أعمال ضخمة جدا. رح نتطرق إلى مجال العمل عبر منصة أمازون واللي هو أمازون FBA بسلسلة جديدة اللي بنشرح فيها نقاط هذا العمل بشكل واقعي وبشكل بسيط للناس. بنفس الوقت رح نتطرق إلى مجال التجارة الإلكترونية عبر المنصة الخاصة أو الموقع الخاص فيك أخي الكريم، وكيفية تحويل هذا الموقع الى منصة بتدر عليك الاموال يوم بعد يوم. راح نتطرق الى مجال الدروب شيبينج، وراح نتطرق الى مجال طبعا التجارة على منصات مختلفة ان شاء الله ايضا تحت نطاق التجارة الالكترونية. بنفس الوقت راح نتطرق الى مجال التسويق بالعمولة الغني عن التعريف، وراح نطرح طبعا هذا المجال بشكل متقدم، وراح نطرح امور متقدمة وطرق جديدة اخي الكريم للكسب من خلال مجال الافيليت ماركتينج. بنفس الوقت راح نتطرق الى مجالات الربح من خلال السوشيال ميديا، اليوتيوب، من خلال الفيسبوك وغيرها من وسائل السوشيال ميديا اخي الكريم اللي ممكن تدر ارباح كبيرة جدا، وكيفية بناء المواقع اخي الكريم او تصميم المواقع سواء للمدونات او للمواقع الشخصية او مواقع خاصة اخي الكريم بعملك او بشركتك، وبالتالي تحويل هاي المواقع الى بوابة ونافذة جديدة لكسب الاموال والعمولات مع الوقت. بالإضافة إلى ذلك رح نتطرق إلى باب جديد أخي الكريم خلال هاي السنة، واللي هو باب الاستثمار وكيفية طبعا التعامل مع الأسهم، كيفية طبعا أيضا الاستثمار بالذهب، الاستثمار بالعقارات وغيرها من الأعمال التجارية اللي ممكن تنفذها على أرض الواقع، والعديد من المجالات الأخرى أخي الكريم اللي ممكن نتكلم فيها واللي رح تفيد عملك التجاري بشكل عام، واللي رح توسع من أفكارك بحيث تقدر تبني عمل تجاري أخي الكريم بيناسب اختصاصك أو بيناسب هوايتك أو حرفتك بشكل عام. كل هاي الأمور بإذن الله رح نجي عليها تباعا خلال هاي السنة. بكل الأحوال أخي الكريم سواء العمل اللي بدك تشتغله كان عبر الإنترنت أو على أرض الواقع، يتطلب أخي الكريم منك أنك تفهم المجال اللي بدك تدخل فيه، دراسة هذا المجال والعمل على هذا المجال، وأهم ما يمكن أنك تصبر أخي الكريم مثل ما بنقول حتى هذا المجال يجيب لك نتائج. ما في عمل أخي الكريم اليوم ممكن تشتغله اليوم بكرة يجيب لك نتيجة إلا ما ندر، وبالتالي جميع الأعمال التجارية تحتاج وقت أخي الكريم حتى تنبنى وحتى تعطيك مردود معين. جميع الأعمال التجارية أخي الكريم اللي بنقدمها أعمال بعيدة عن أمور الربح السريع أو أحلام الربح السريع، كل أعمال واقعية تتطلب العمل والجهد والتوكل على رب العالمين بنجاح هذا العمل. بتمنى لكم التوفيق من القلب. كان معكم علاء الحسن من قناتنا أونلاين بزنس مايند. انتظروا الفيديو القادم لأنه راح يكون من الفيديوهات المهمة جدا. بشوفكم على خير إن شاء الله، وجمعة مباركة علينا وعليكم يا رب. السلام عليكم.